الحمد لله على قضاء الله وقدره ومؤمنين بالله. جانا اللي هو قبيله بالحادث التميمي، الله يجزاه خير ولا يحرمه الاجر، جاه وعياله وزوجته. والله والله انا من يوم جيت للمستشفى قبل لا ادفنه وانا قايل ان مسامحين الوجه الله قبل لا ادفن سند، لاني ادري لو ان سند موجود على قيد الحياه او اني اسمعه يبي يقول لي سامحه. سامحناه لوجه الله، جانا هنا وادى واجب العزاء وقال انا ماني جاي للكلام. قلنا لا احنا بنسهل عليك الامور، ترانا عفينا عن ولدك. بنفس اللحظة الوالدة قالت لأمه ترانا عفينا عن ولدكم لله والحمد لله. بشرك أننا صابرين ومحتسبين. احنا زعلنا أول وقت، يعلم الله أن الحين فرحونا الناس اللي تدعي له. كل من جانا قال سند سوابي معروف، كل من جانا قال سند سوالي. فيه أمور كانت يوم سند حي احنا ما ندري عنه يا إخوانا، فيه أمور اتضحت لنا. سند رعي خير، سند ما يولد أحد مثله، والله ما يولد. انا اقول لكم بما اني انا اخوه واسالوا اللي تبون، سند الحاله، سند بالعالم كله الحاله. عسى الله يرحمه ويغفر له. ابي دعوات تسبيح لا حنا يا اخوانه ولا خواته ولا امه، الحمد لله. ابشرك ان صابرين ومحتسبين، اللهم لك الحمد. ولا رد القضاء الا حنا مؤمنين بالله، لكن اللي جبر عزانا الناس اللي جتنا بالبيت. حنا اليوم سادس عزله، يعني المفروض ان ثلاث ايام العزاء يقفل، عزاء سند ما راح يتقفل. اللي يبي يجي ترى الباب مفتوح، لم في حق لاخوياه وفي ناس دقوا علي بيجون. انا قلت والله عزانا ابوه ان الناس اللي يذكرونه بهالطيب وبر بامه وهب حياته حتى الزواج ما تزوج وهب نفسه لامه طعمر ورضي لوالديه طعمر وللناس خدوم، ما نذكر منه الا الطيب، ما في الا قولة سم وامر وتدلل، ما فيه حتى يعني مع الناس مع البعيد والقريب، حتى الأجانب يذكرونه بالخير، ذكره مع الناس طيب، هذا اللي يجبر مصابنا والحمد لله على كل. ولا جيت بالعمل وصلح اوراقي ونجزني وما يعرفني الحمد لله. اي والله الحمد لله وخلاص سلت الناس كلها والرقم للحين، والله ان الرقم الحين ما يجود معي الحمد لله. وجزاك الله خير على موقفهم هو ولدته، موقفهم مع الرجال هذا مع قبيلهم جزاهم الله خير، يلقون عند رب العالمين هذا. اي والله جزاك